لايك كومنت شير سبسكرايب هقتلكم اشتركوا هموتكم باي. النهارده جاي اجاوبكم على السؤال اللي بيتكرر كتير كتير كتير، هل الاندومي الكوري حلال ولا لا؟ بصوا على الكيس ودوروا على الختن ده، شايفينه اللي لونه اخضر مكتوب حلال، معناها ان المنتج ما فيهوش مشتقات خنزير او ما شابه. العلامة دي محطوطة لطمأنة الناس، ختن حلال معناه ان المنتج مصنع خصيصا للدول العربية والمسلمين، وان المنتج حلال وخالي من اي حاجة ممكن تخليه مش حلال. لو عليه ختن حلال وهو مش حلال مش هيعدي من جمارك دول عربية زي مصر. حطي لايك. حطيتي لايك.